عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعظيم هذا النوع من السياحة وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسي الدولية على مختلف سواحل الجمهورية. وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت وما تم من جهود للتعامل مع أي مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة بالدولة المصرية، وكذلك جذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية. كما تم استعراض استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت.